سلام خالتي رابحه، السلام ورحمه الله. كي دايره؟ لاباس عليك؟ لاباس عني. كي دايره مع الصحيحه؟ نقول عليك الخير والرباح. اليوم ان شاء الله شنو غتقدمي للبنات؟ ان شاء الله اليوم غنقدم للبنات هادشي ديال الاكله ديال صيكوك، ايه ديال قديم الزمان ديال والدينا، باش كبرونا وباش البلبوله. هي شحال كديري؟ نص كيلو. ايه نديرو ليه 500 غرام. قليل من الماء. شحال كترطبيها؟ بشحال ديال الماء تقريبا؟ شحال من كاس ديال العنبة؟ ثلاثة الكيسان. ثلاثة الكيسان، ها تيشربوا شوية، نديرو الماء يغلى في البرمل. نص كيلو ديال البلبولة. نص كيلو ديال البلبولة، بعد يغلى الماء عاد نرميوها. إيه كترطبيها بحال هكا وكتخليها؟ نخلوها تشرب شوية. إيه واخا. وصحية، والبلبولة ديال يدينا طاحنين على يدينا. أنت دابا درتي الماء سخون؟ درت الماء سخون. شوفوا عاد باش نرميها حتى تغلى، عاد باش نرميها. هذه زوينه للوليدات، والبلبوله ديال الشعير صحيه زوينه، احسن ما تشربوا البنت بوحدو. ديروا لي هذه البلبوله، تدير المخ مزيانه مزيانه لكل شيء. الله يعطيك الصحه صحيه. بسم الله على بركه الله. المهم دابا غنخليوها ترطاب. شحال تقريبا ديال الوقت باش كنرطبوها؟ شوف شي جيت قسمين صافي تغلى رميوها، ما بين 10 دقائق و 15 دقيقة. اه صافي رميوها. وتبين ما سخنات، سخن الماء في البرمة. سخن الماء في البرمة صافي ان شاء الله. غنشدو عليها وبعد الفور ثاني نحطوها ثاني، نعاودوها بحال ديال التسقية ان شاء الله. بحال غنسقيوها. خالتي دابا رطابت البلبولة ياك؟ لا هي رطابت. هانتوما البنات، هي رطابت البلبولة. هي رطابت البلبولة، دابا غادا نديروها تفور. بخرها غادي تفور. ها هي بسم الله. بسم الله. خليوها تفور بزاف، ماشي عيخرج باخ وتحيدوها. كتبقى تفور تقريبا شي 10 دقائق بحال هكا. كتر. كثر ديروا عليها شي حاجه وديرها وتخليوها طيب مزيان. البلبوله كتبغي طيب بزاف. وهي ديروا ليها بحال الكسكسو، بحال غتسقيوها. ونسقيوها في الكسكاس حتى يخرج في الفار بزاف. نسقيوها ونديروا ليها واحد المغرفه ديال العود ونحركوها بحال اللي درتي في البلبوله اللي طيبتي في القديد. في القديد في الفيديو هذا غادي نخليو لكم ان شاء الله الرابط ديالو. هذه ديال في القناه. هذه ديال صيكوك. ديال صيكوك هذه هي اللي كانوا يديروا والدينا قادم الزمان. البن فيه مفيده، فيه الدواء مزيان. البلبوله مزيانه مطحونه على يدينا، مغربلين على يدينا. ايوا غادي ان شاء الله. خالتي دابا شنو غادي ديري دابا ان شاء الله؟ لا جهه جوج كيسان ديال العلبه. ايه غنسقيو بهم. ايه واخا شوفوا هاك. بسم الله. كتسقي بالبوله في الكسكاس. في الكسكاس بحال كيف ما درتي ديك المره في الكسكسو. بسم الله. وكتحركيها؟ نحركوها حتى يعاودناها في القصر. ثم البنات كتسقيها في الكسكاس. هي كطيب مزيان. كتسقيها في الكسكاس وكتحركها بحال هكا باش كتعاود تزيد تفور وكتحل هذيك البلبوله. تحل وتشرب. وكطيب مزيان. كطيب مزيان، خاصها طيب بزاف البلبوله، ماشي بحال السميده. خاصها تعطيها طياب بزاف. صافي. صافي دابا تخليها عاوتاني تفور. تفور. الله يعطيك الصحة. ها هي البنات. خالتي دابا شنو غديري؟ دابا ها هو خرج الفار. إيه. بسم الله. دابا سقيتي السقوة الأولى. سقيت السقوة الأولى في الكسكاس. خليكي معاكم. بسم الله. تبغي يخرج فيها الفار بزاف. البلبولة كتبغي طيب اللبن بزاف. دابا هادي التعويذة الثانية. ثانية الجهة الثاني. إيه. كاس تاع الماء. إيه. بسم الله. قياس كاس الماء ديال العنبة، لأن حيت سقيتيها في الكسكاس. سقيتها في الكسكاس.
تشرب ميها عند لك وتخرج هذه النوبه وبغي نعاودها عود ثاني خاصه البلبوله طيب. وجدت نص كيلو تاع البلبوله. حنا هاد البلبوله تاخذوا القياس اللي بغيتو في اللبن اللي بغيتي يا ملي تبغيو ديروا اللبن غديروا القياس ديالكم يا زلافه. على جهه اللبن هذه جوج ايطر هذه بحال هكا دابا نص كيلو يكون عندك جوج ايطر ديال اللبن. جوج ايطر تاع اللبن حتى هي كدلكيها كدلك ترطاب بحال بحال الكسكسو هي تعطي الطياب بزاف البلبوله كتعطي الطياب. الدريات مرة ما تعرفوش البلبوله خالتي دابا صافي عاودتيها ونشفات هذه الثانية هذه الثانية درت فيها الملح بسم الله كديريها في كسكاس ديريها في كسكاس ودابا دلكتها معدات تدلكي فيها وهي تفور وهي تزيد كتزاد ما كتبقاش داك الزكيلو لا ما تبقاش غتزاد معدات هي تدلك وهي تشرب في الماء وهي تزاد. باقي ما درتيش الملح؟ درت الملح. درتي الملح؟ قليل من الملح. درت قليل من الملح باش ما يجيش لا ما يجيش وتا اللي بغى يزيد وجاه مسوس في اللبن يزيد. لانه هو اللبن كيبغي مع الصيكو كيكون مالح شويه غير ملح بوحده الملح الزيت ما نديروش ليها صافي شكرا ايه. الله يعطيك صحيحتك خالتي دابا البلبوله صافي فارت هذه الفوره الثالثه دابا هذه الثالثه عاود زدنا فوره اخرى باش ما نطولوش عليكم الفيديو ما صورناش الفوره الاخرى دابا هي موجوده بسم الله دابا كتاخذي القياس دابا ناخذوا القياس اللي غتاكلوا ايه كيفاش كنديروا ليها بسم الله ها هي بركه هي بحال هكا ها الاخر باقي الساعة اللي تبغيو وجدوه كتغطي وتخليه نغطيه ونخليه الساعة اللي بغيتي غادا توجديه وخاصك تبرديها ما تكبوش عليها اللبن وهي سخونه الا كبيتو عليها كيكلم يعني حتى كتبرد تتبرد تقريبا شي ساعه المكانه بحال هكا ها هي تتبرد دابا حيت الحال بارد تخليها ساعة المكانة ساعة المكانة بعد تبرد عملوا ليها بحال هك اللي بغى يشرب وجات وبغى يدير الملح يديرها اللي بغى في الزلافة يعطيوه ولا بغيتو تاكلو مجموعين بحال بكري بحال كان يديروا ليها بحال في قديم الزمن يديروا بحال ممكن ياكلوا خمسة الناس ستة الناس كل والاخرى كنحتفظوا بها في الثلاجة الثلاجه الساعه اللي كنخليوها حتى كتبرد تتبرد وكنحتفظوا بها في الثلاجه تكبوا اللبن هنا وقت اللي بغيتوا اللبن صافي اللبن هنا ها ايه وكل يجبد على قدره الله يعطيك الصحه واللي ما بغاش الاخر يدير بحال هكا ها ويجبد راسو يكب لي اللبن هنا بوحده صافي ويخلي الطوبه تيجيو اللي باغيين ياكلوها الله يعطيك الصحه واللي يديروا غنشدوا خالتي هذا هو السايكوك البلدي اللي كنتو كديرو بكري هو السايكوك البلدي اللي حلينا عينينا في والدينا كيديروا البلبوله واللبن حسب دابا ايطرو تاع اللبن ما لاحقش ايطرو لارو واللي بغى في الزلافه ياخذ شويه تاع البلبوله ويدير في الزلافه واللي بغى بحال هكايا هذا الشيء راه صحي وهذا الشيء راه زوين تبارك الله عليك وبالصحه ان شاء الله الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك خالتي رابحه الله يحفظك يخلي لكم الصحه والبنات ما تنساوش تشاركوا في القناه مع خالتي وان شاء الله دائما غادي تبقاو توصلوا بهاد الاكليات البلديين وان شاء الله الى عجبكم الفيديو شاركوا في القناه وما تنسوناش من اللايكات والسلام عليكم ورحمه الله تبارك الله عليك خالتي رابحه الله يبارك فيك